الإمام أبي حامد الغزالي في فضل سورة الفاتحة: إذا ما كنت ملتمسا برزق ونيل القصد من عبد وحر، وتظفر بالذي ترجو سريعا، وتأمن من مخالفة وغدر، ففاتحة الكتاب فإن فيها لما أملت سرا أي سر. الله تعالى عليك أمان. ده من زمان بيان سيدنا موح. قديم خالص. قال الإمام أبو حامد الغزالي: منسوبة إليك. إذا ما كنت ملتمسا برزق ونيل القصد من عبد وحر، وتغفر بالذي ترجو سريعا، وتأمن من مخالفة وغدر، ففاتحة الكتاب فإن فيها لما أملت سرا أي سر، فالزم ذكرها عقب مساء، وفي صبح وفي ظهر وعصر، وعش قارئا في كل ليل إلى التسعين تتبعها بعشر، تنل ما شئت من عز وجاه، وعظم مهابة وعلو قدر، وستر لا تغيره الليالي بحادثة من النقصان تجري، وتوقير وأفراح دواما، وتأمن من مخاوف كل شر، ومن عري وجوع وانقطاع، ومن بطش لذي نهم وأمر. يعني الفاتحة وسيلة لتفريج الكروبات ونيل المقاصد واستجابة الدعوات، ويكفي أنها تقرأ للتبرك بها وللتوسل بما فيها من أسرار عظيمة ونفع كبير. فنتوسل الله تعالى بكلامه العظيم وبسورة الفاتحة وبالقرآن العظيم حرفا حرفا، في أن يفرج همومنا وأن يبدد هذه الغيوم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. إلى التسعين تتبعها بعشر، يعني مئة، يعني تقرأها مئة مرة كل ليلة، وعش قارئا في كل ليل، يعني اقرأها في الليل إلى التسعين، اقرأ عشر عشرين إلى التسعين تتبعها بعشر، يعني إلى المئة. تنل ما شئت من عز وجاه، من عشر إلى التسعين، لمئة إلى مئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي، على آل بيته الطيبين الطاهرين، وأصحابه أجمعين، والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. فقد وقفنا عند قول المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: عرفت أن كل ممكن فهو جائز، أن يكون بقدرة الله تعالى وإرادته، وليس فيه ما هو واجب عقلا. فالممكن يستوي فيه الايه؟ الطرفان، وجوده ايه؟ وعدمه. ولو كان واجبا لما تصور فيه الا ايه؟ الوجود فقط. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدم، والمستحيل ما لا يتصور في العقل، والممكن ما يتصور فيه الوجود تارة والعدم تارة أخرى. وهنا جاء بمثال فقال: كالصلاح والأصلح، كما قاله بعض من ضل، وهو يشير إلى قاعدة المعتزلة، لأنه يلزم عليه قلب حقيقة الصلاح والأصلح الجائزة
بأن ترجع واجبة، لأنه يلزم عليه على إيه؟ الضمير يرجع إلى إيه؟ لا، هو بيقول الصلاح والأصلح كما قال بعض من ضل، لأنه يلزم عليه. يعني لو كان فيما هو ممكن ما هو واجب عقلا لانقلبت حقيقة إيه؟ الممكن، حقيقة الممكن ليست إيه؟ واجبة وليست إيه؟ مستحيلة، ولكنها إيه؟ جائزة. لو كان فيه يعني في إيه؟ فيما هو واجب عقلا، لأنه يلزم عليه قلب حقيقة الصلاح والأصلح الجائزة أن ترجع واجبا. يعني أهل السنة لا مانع أن يقولوا بالإيه؟ بالصلاح والأصلح، بس على أنه من الإيه؟ من الجائز وليس من الواجب، لأنه لا يجب عليه سبحانه وتعالى شيء، وذلك يمنع وقوع ضدها وهو الفساد. يعني ما هو الذي ضد الصلاح؟ طيب، وما هو ضد المقابل الذي يقابل الأصلح؟ الصالح، صالح وأصلح. أما الذي يقابل ما هو صالح؟ الإيه؟ الفساد. الذي يقابل الصلاح الفساد. إذا لو كان الصلاح نفسه أو الأصلح واجبا فهذا يمنع وقوع ضده، يعني أن الله تعالى لا يفعل إلا ما هو صلاح وما هو إيه؟ أصلح. يبقى إذن لا يفعل الضد، لأنه يجب عليه على حسب قاعدتهم أنه لا يفعل إلا الصلاح والأصلح، يبقى معناها لا يفعل ضد ذلك وهو الفساد. طيب كيف والفساد مشاهد ومرئي وواقع؟ إذن فمن فيقع بإرادة من؟ يعني هل هناك مريد أو هناك قدرة غير القدرة الإلهية توقع في الكون شيئا؟ إن دليل وقوع الفساد نفسه هذا يبطل كلام مين؟ كلام المعتزلة. وبعض أهل السنة نقض هذه المسألة نقضا يعني قويا وواضحا، فقال لو وجب عليه الله تعالى، مش لا نقول أنه لا يجب عليه فعل الصلاة، لا يجب عليه شيء أصلا. يعني كلمة يجب عليه فعل الصلاح والأصلح هذه لا يقولها أهل السنة، بل لا يقولون بوجوب شيء، أي شيء لا يجب عليه تعالى فعل شيء، لأنه تعالى فاعل إيه؟ فاعل مختار. فلو كان يجب عليه شيء لانتفى عنه إيه؟ الاختيار، فعال لما إيه؟ لما يريد. إذا قالوا أهل السنة لو وجب عليه تعالى شيء ولا يجب عليه شيء لناقض هذا إيه؟ أنه فاعل إيه؟ مختار. ولو وجب عليه فعل الصلاح والأصلح لما خلق الكافر المعذب المهان الفقير المخلد في النار، معذب في الدنيا ومهان ولا مأوى له ومشرد، وفي الآخرة مخلد في النار، إذا أي صلاح له في دنيا أو في أخرى؟ ما فيش هنا لا صلاح ولا أصلح، لا فقير ومعذب ومخلد في النار، فين الصلاح والأصلح بالنسبة له سواء في دنيا أو في إيه؟ لأنه إيه معنى الصلاح والأصلح؟ بعض المعتزلة، في المعتزلة بتوع بغداد وفي المعتزلة بتوع خراسان، فيهم طوائف قالوا الصلاح والأصلح يعني إيه؟ النافع والأنفع، كلمة صلاح وأصلح يعني الأنفع. وبعضهم فسر الصلاح والأصلح بالأوفق، يعني اللي هو إيه؟ يكون إيه؟ أوفق له، ممكن يكون أنفع وليس به أوفق، إنما إذا كان أوفق يكون إيه؟ أنفع. فاختلفوا في تفسيره. إذا لو كان يجب عليه تعالى أن يفعل لعبده ما هو صالح أو ما هو أصلح، يعني متى يجب عليه فعل الصالح؟ إذا كان الأمران يعني صالح يقابله إيه؟ فساد، فهنا يختار يجب عليه فعل أي أمر، الصالح ولا الصالح. إذا كان صلاح وأصلح
يجب عليه فعل الأصلح. فلو كان كذلك لما خلق الكافر الفقير المعذب اللي هو مخلد في النار، يعني إذا لا في نفع لا في دنياه ولا في إيه؟ ولا في أخرى. بعدين ماذا قال؟ قالوا يلزم كون الأصلح للكافر الخلود في النار، إذ لو كان هم يقولوا الذي يفعله الله إن أفعاله تعالى لا تكون إلا صلاح أو إيه أو أصلح. طب تعالوا الكافر ما الذي يفعله الله تعالى به في الآخرة؟ أن يخلد في النار. طيب لو كان الله يجب عليه ذلك لما جعل الكافر، يعني كان عمل إيه؟ كان خلى الكافر ما يدخلش إيه النار أصلا، أو لا يخلد فيها إذا دخلها. فلو كان الأصلح، إيه الأصلح له؟ الخروج ولا الدخول؟ فالأصلح له ألا يدخلها أصلا، يعني إذا كان في صلاح وأصلح، فالأصلح له الصالح إنه هو إيه؟ يخرج منها. طب والأصلح ألا يدخلها إيه؟ أصلا، مع أنه تعالى فعل العكس، أنه أدخله النار ابتداء وخلده إيه؟ فيها خالدين فيها إيه؟ أبدا. فهذا أيضا ينقض قاعدة مين؟ المعتزل. يلزم أن تكون، نقول لهم تعالى إيه اللي فعل ربنا؟ هل أبقى الله تعالى الأنبياء مخلدين، يعني أبقاهم كده ما يموتوش إلى أن ينفخ في الصور؟ الأنبياء يقبضون يموتون، ورأف مين اللي عايش وما ماتش؟ قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، اللي عايش إبليس. فالأصلح مين اللي يعيش ويبقى؟ الأنبياء ولا إبليس؟ لكن الله تعالى أمات الأنبياء وأبقى مين؟ إبليس. ما يموتش إلا عند إيه؟ عندما يأذن الله تعالى. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك إلى يوم الوقت المعلوم. إذن يلزم أن تكون إماتة الأنبياء وبقاء إبليس في هذه الدنيا هو الأصلح لمين؟ للعباد. إحنا بننظر كيف نعرف أنه أصلح أو غير أصلح؟ من أن الله تعالى يفعله ولا يفعل ضده. فإن فعله قبض الأنبياء إليه، بل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم معاش بين 63 سنة بينما إبليس عايش إليه الآن، مع أنه قال لأغوينهم أجمعين، وقال لأقعدن لهم صراطة المستقيم، وقال لأزينن لهم، وقال كثيرا مما يؤدي إلى إفساد وإغواء العباد، ومع ذلك أبقاه الله تعالى وأمات مين؟ اللي عندهم ليه النفع وعندهم الصلاح لمين؟ للعباد. فلو كان هذا واجبا على الله تعالى لفعله وترك ضده. ثم قال أهل السنة أيضا يلزم من ذلك، يعني من قول المعتزلة بالصلاح والأصلح، أن من علم الله تعالى منه أنه سيكون عاصيا أو كافرا أو مرتدا، فالأصلح له أن يميته صغيرا أو يسلب منه العقل، يخليه مجنون. إذا سلب منه العقل بغير إيه؟ غير مكلف، فهذا هو الأصلح له، مع أن الله تعالى لم يفعله، يعني لم يسلب عقله ولم يمته صغيرا. اللي هي الأصلح والصلاح ده راح فين الآن؟ فإن قالوا بعض المعتزلة قبل الأصلح له أن يكلف، يعني أن يعرضه الله تعالى للثواب والعقاب. طيب إذا قالوا ذلك يعني معناها لم يسلب عقله ولم يمته صغيرا، بل أبقى حتى يعرضه للثواب والعقاب عن طريق التكليف. فنقول لهم لما لم يفعل ذلك بالأطفال؟ فإن قالوا علم الله تعالى أنه لو الأطفال يعني عاشوا هيحصل منهم إيه؟ الفساد والضلال والكفر، زي الغلام بتاع سورة الكهف
طيب يرجع السؤال مرة ثانية، لما لم يفعله مين؟ لمن ما عاش كبيرا في الضلال والمعصية والكفر. إذن فهذه القاعدة باطلة فاسدة، ويكفي لبطلانها ما ذكر عن مين؟ عن الشيخ أبي علي الجبائي، لما سئل الإمام أبو الحسن الأشعري في كم سؤال في ثلاثة أخوة، واحد فيهم مات الأشعري نفسه لما سأله عندما أخذ يقرر هذه القاعدة، وقال له ماذا تقول في ثلاثة أخوة، واحد فيهم مات في الطاعة والذكر والعبادة مات كبيرا عابدا صالحا، والثاني مات صغيرا يعني دون البلوغ، والثالث كافرا عاش حتى كبرت سنه وزاد وطال عمره في المعصية ومات على الكفر، ماذا تقول فيه؟ فقال أما الأول فيقول الله تعالى الأصلح لك أنك أنت تعيش وتكون في هذه الحالة. طب ماذا لو قال الصغير الذي مات صغيرا، يا ربي لما لم تجعلني مثل أخي الأكبر؟ فقال له الأصلح لك أن تموت صغيرا. طب قال فماذا لو قال الثالث الذي مات كبيرا كافرا، لما لم تمتني صغيرا كأخي حتى لا أكون مكلفا؟ هل يقال له الأصلح لك أن تعيش كافرا وتدخل النار؟ قال فبهت مين؟ أبو علي الجبائي هو شيخ مين؟ المعتزلة، وظهر فساد هذه القاعدة. هتقرأ يا شيخ؟ تقرأ أكتر؟ مين اللي هيقرأ؟ ها؟ تعرف تقرأ أنت؟ لا يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ نفعنا الله به وبعلوم في الدارين آمين. ومن الممكنات الجائزة عند أهل الحق رؤية المخلوق لمولانا جل وعلا على ما يليق به تبارك وتعالى. خلاص كده خلصنا كده من موضوع الصلاح والأصلح، كما قال بعض من ضل لأنه يلزم عليه قلب حقيقة الصلاح والأصلح الجائزة بأن تكون، يعني الله تعالى يفعل ما هو صالح ويفعل ما هو أصلح ويفعل الضد ولا يسأل عما يفعل، وهم إيه؟ وهم يسألون. ده قاعدة أو ده اعتقاد مين؟ أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة قالوا لا، الذي يناسب عدله وحكمته أنه لا يفعل إلا الصلاح والإيه؟ والأصلح. هل في مقدوره أن يفعل العكس الضد؟ قالوا نعم، ولكنه لو فعل يتوجه إليه اللوم، أو هذا لا يناسب العدل، لأنهم سموا المعتزلة سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد. شوف كده، مش التوحيد والنور، العدل والتوحيد. طب ليه؟ عارف العدل عشان إيه؟ عشان القاعدة دي اللي هي الصلاح والأصلح. طب والتوحيد عشان ايه؟ عشان نفي الصفات اللي هي صفات المعاني، انهم قالوا عالم بذاته، سميع بذاته، الى اخره، بصير بذاته. يبقى لكونهم نفوا الصفات القديمة، نفوا عن زيادتها على الذات، سموا انفسهم اهل ايه؟ التوحيد. ولانهم قالوا بقاعدة الصلاح والأصلح التي لو لم يفعل ذلك الله تعالى لعباده لكان ظالما، يعني لم يكن عادلا، فسموا أنفسهم آلهين. أو ده الاسم الحقيقي للمعتزل، هم ما سموا أنفسهم معتزل، التسمية دي من إيه؟ من سيدنا الحسن لما قال اعتزلنا واصل، فأطلق عليهم المعتزل، هم ما سموش أنفسهم كده، إنما اسمهم الحقيقي أهل العدل والتوحيد. نعم. كيف لو استدلوا أن الفساد وقع بسبب الناس؟ ما القاعدة كلها، أصل هو بيقول لك كيف لو قالوا إن الفساد الذي واقع بسبب الناس؟ لكن من الخالق؟ يتكلم هنا في الخلق. أن الخلق
خلق الخير والشر ينسب إلى مين؟ إلى الله وحده، الله خالق كل شيء. ولكن أدبا ننسب الخير إليه تعالى ولا ننسب الشر. بيدك لي الخير، مع أن الله تعالى بيده كل شيء، بيده الخير وبيده الشر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فالشر مخلوق أيضا لمين؟ لأنه لا خالق غيره. فلو قلنا فيه خالق آخر للشر غير خلق الخير لا أدى ذلك إلى إثبات للشريك، إثبات الشريك. فإذا كان هو بسبب الناس أو ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني الناس لهم فيه الكسب فقط، أما الخلق والإيجاد فهو إلى الله سبحانه. لكن من باب الأدب زي قول سيدنا الخليل، الذي خلقني خلق الفوائد، والذي لم يقل والذي أمرضني أدب. وإذا مرضت فهو نسبة الخير إليه تعالى ولا ننسب إليه الشر من باب أما في العقيدة عشان نعرف الخلق لازم نقول كده، هو خالق للخير وخالق للشر، فخالق لعبده وما عمل، والعبد بيعمل خير فقط ولا بيعمل شر أيضا. إذن فمن خالق أفعال العباد؟ الله خالق كل شيء، فلا خالق غيره، خلق خير خلق شر، صلاح فساد، أصلح عدل ظلم، كل من مين؟ قل كل من عند الله سبحانه. عشان كده والمسائل كلها معتدلة بدون مذهب مرتبط ببعض، يعني كل حلقة توصلك إلى الحلقة اللي بعدها، فتأتي به بمنظومة موحدة، بخلاف مذهب الوهابية أو السلفية مش مرتبط ببعض، مفكك، يعني مش مذهب عقلي، مذهب إلغاء العقل. إن المذهب المعتزلة مرتبط بالعقل، يعني مرحلة تؤدي إلى إلى ما بعدها، إنما هذا المذهب عبارة عن شتات، ما فيش مذهب أصلا، ده فكر مفرق وهم جمعوه، ما فيش فيه حاجة ركبة على التالي، بخلاف كلام المعتزلة كل مسألة تسلمك إلى المسألة الأخرى. فأول ما تخلص من أفعال العباد تدخل على على الصلاح والأصلح، ثم تدخل بعد ذلك على أمور أخرى. وهنا مرض المعتزلة على الواقع المشاهد الذي مرضه هو ما قاله أنهم ينسبونه إلى الخلق ليس إلى الله. يقول لك صحيح الظلم موجود والفساد موجود، ده بس ده مش من عند الله، ده من عندكم انتم. فيجعلون خلق أفعال العباد للعباد وليس لله. أرد الرد لا، مش يسلب القدرة، يجعل القدرة ليست عامة، التعلق بتاعها ليس لكل الممكنات ولكن تتعلق ببعض الممكن، أما البعض الآخر هو المين؟ للعبد. ومن الممكنات الجائزة عند أهل الحق رؤية المخلوق لمولانا جل وعلا على ما يليق به تبارك وتعالى. عرفت أن كل ممكن فهو جائز أن يكون كل ممكن إلا المعتزلة، مش كل ممكن، لأنهم عندهم بعض الممكنات وهي خلق الشرور والآثام إلى آخره، ليس بقدرة الله إنما بقدرة من؟ بقدرة العقل. ولكنهم ما قالوا أن هذه القدرة تفعل أو تؤثر استقلالا إلا لكفر، إنما قالوا هذه القدرة أو هذه القوة التي في العبد أودعها الله فيه، يعني هي مخلوقة لله، يعني هي مؤثرة، هي أثر ومؤثر في آن واحد، يعني هي مخلوق وخالق. ولولا أنهم قالوا ذلك لكفروا، لو أنهم أسندوا أن الخلق ده استقلالا والإنسان كده من نفسه شريك لله سبحانه وتعالى لكفروا، إنما قالوا هذه القدرة خلقها الله تعالى أو دعها، يعني خلقها في مين؟ في العبد.
لأنه يلزم عليه قلب حقيقة الصلاح والأصلح. فحقيقة الصلاح والأصلح أنها جائزة وليست إيه؟ وليست واجبة، وذلك يمنع وقوع ضدها وهو الفساد. كيف؟ وهو موجود بالمشاهدة. فالدليل على أن ضد الصلاح والأصلح جائز أنه واقع وإيه؟ ومشاهد، ولا أحد يستطيع أن ينكر. عارف لو ما فيش فساد ولا يوجد في الكون إلا صلاح وأصلح لآمنا بمذهب المعتزلة، لكن موجود حاجة أنت تحسها وتراها وتشاهدها، فكيف تقول إنها غير موجودة؟ عارف لو أنت قلت إنها موجودة هم لا ينكرونها، يعترفون، ولكن يقولون إنها ليست واقعة بقدرة الله ولا بإرادة الله. تبقى هنا وقعوا في مصيبة أعظم، يعني عارف نفيها وجحدها أخف، إنما إثبات أنها واقعة بغير قدرة الله دي مصيبة أعظم. ومن الممكنات، دخل في إيه؟ في موضوع آخر. ومن الممكنات الجائزة عند أهل الحق رؤية المخلوق لمولانا جل وعلا على ما يليق به تبارك وتعالى. يعني عاوز يقول لك رؤية الحق سبحانه وتعالى. احنا عندنا أقسام الحكم العقلي كان ثلاث: واجب ومستحيل وجائز. من الجائز رؤية المخلوق لخالقه، يعني رؤية المؤمنين أو رؤية الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، ليست واجبة وليست إيه؟ ولكنها من القسم الجائز. وعبر عن في ذلك صاحب الجوهر بقوله: وجائز رؤية الإله بالأبصار لكن بلا كيف. المعتزلة نفوا هذا، يعني جعلوا الرؤية مستحيلة، وقال لك هنا: ومن الممكنات الجائزة عند أهل الحق رؤية المخلوق لمولانا جل وعلا على ما يليق به تبارك وتعالى. ويفايد على ما يليق، لأنه لو قال رؤية كده وتركها إذا حيثبت إيه؟ الجهة، ويثبت الجسمية، ويثبت الحيز والشعاع إلى غير ذلك مما هو يليق بمين؟ بالمخلوق أو بالحادث. لكنه أثبت أن الرؤية لله تعالى جائزة. ما معنى جائزة؟ يعني لا كما يقول المعتزلة إنها إيه؟ مستحيلة. يعني يريد أن يقول إن الرؤية من الممكن وليست من الواجب وليست من الإيه؟ وليست من المستحيل. هذا ما يريدون المعتزلة. تمسكوا، لا نقول أدلة، إنما هي شبه. لماذا سميناها شبه؟ لأنها تشبه الدليل. يعني كلمة شبه ليه سموها شبه؟ لأنها تشبه أن تكون دليلا. فتمسك المعتزلة بشبه عقلية ونقلية. من الشبه النقلية قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، لذا دليله قاطع على إيه؟ نفي الرؤية. لكن الله تعالى ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه. هناك فرق بين إيه؟ الإدراك وبين إيه؟ وبين الرؤية. ومن الممكنات الجائزة عند أهل الحق رؤية المخلوق لمولانا جل وعلا على ما يليق به تبارك وتعالى من غير جهة. إيه معنى من غير جهة؟ يعني نراه تعالى ولكن لا نراه يعني في مقابلة، يعني أنه يكون في أمامنا مثلا، أو على يمين، أو على شيء شمالنا، أو فوقنا، أو خلفنا، لا، يعني من غير إيه؟ الجهة. كيف ذلك؟ يعني هذا مثلا شيء العقل لا يقبله، لأن العقل يقول لك لا يمكن أن نرى أي شيء إلا في إيه؟ في جهة. أي حاجة تشوفها يا إما تكون يراك، تبص وراك عشان تشوفها، أو على يمينك أو على شمالك، فكيف ترى من غير جهة؟
فنقول إنه سبحانه وتعالى منفي عنه الجهات أو لا؟ الجهات منفية عن الله تعالى، لكنها ثابتة لمين؟ للإنسان، للبشر. يبقى إذن الله تعالى هو يرانا أو لا؟ يرانا. طيب إذا كان تعالى يرانا وهو ليس في جهة ونحن في جهة، فكذلك نراه نحن وهو ليس في جهة. لأنه الذي يصح أو يثبت الرؤية عند أهل السنة إنما هو الوجود وليست الجهات أو الأمكنة. يعني لماذا يرى أنه موجود؟ هي علة أو دليل الرؤية أو يصح الرؤية الوجود. لأن إذا قلت لك في شيء ليس موجودا معدوم، فأقول لك هل تراه؟ هنقول لك لماذا لا تقول أنه غير موجود؟ إذن فلو كان الموجود لا يرى لاستوى بإيه؟ بالمعدوم. حيث ما فيش فرق بين الموجود وبين المعدوم، لأن هذا يرى لأنه موجود وهذا لا يرى لأنه معدوم. الدليل أو الذي يصح الدليل العقلي الذي يصح إثبات الرؤية إنما هو الوجود. لا جاي يقول لك ومن الممكنات الجائزة عند أهل الحق رؤية المخلوق لمولانا جل على ما يليق به. هي معنى على ما يليق به يعني نراه من غير جهة ومن غير كيفية ومن غير إحاطة ومن غير حيز وإلى آخره، يعني نفي جميع اللوازم لأنه تعالى موجود فقط. لا نقول يرى لأنه في جهة، ولا نقول يرى لأنه جسم أو يرى لأنه جرم إلى أخلاء، يرى لأنه موجود. فلو نفينا الرؤية حيث ما هو الفرق بين الموجود والمعدوم؟ أنت كده فرق؟ لما يجي واحد يقول لك يا عبد أنت كده هتقول معنى كده اللي صحح الرؤية الوجود، أن في أشياء كثيرة جدا موجودة ولا ترى. يعني الكهرباء ندرك به الأثر ولكن لا نراها. الروح بلاش الكهرباء، الروح فين الروح؟ شفتها؟ العقل أين العقل؟ هل رأيت العقل؟ إلى أشياء كثيرة موجودة ولا يمكن أن ننكرها ونؤمن يقينا بأنها موجودة. ومع ذلك والجن إذا كان الروح اللي فيك أنت، الجن ده يمكن لو واحد مثلا ممكن واحد يكون ملبوس، يعني الجن متلبس فيه ما يشوفوش، فإذا كان أنت متلبستش مش هتعرف، إذا كان الملبوس نفسه مش هيعرف. فما ذلك يبقى إذن الأشياء الموجودة ولا نراها لماذا وهي موجودة؟ نقول له لأنه فيه حجاب عن رؤيتها. لم يخلق الله تعالى فينا هذا الإدراك، ولو خلقه لرأينا، لأنه تعالى موجود وكل موجود أهش. خذ بالك عبارتهم دقيقة، وكل موجود مكتوب عندك ما قال وكل موجود يرى، وكل موجود يصح، يعني يصحح العقل أو يقبل أنه إيه؟ طالما هو موجود يبقى صح أن إيه؟ لكن قد يكون هناك مانع من رؤيته. إيه المانع؟ يكون بصرك لم تصل قوة الإبصار إلى رؤية هذا الشيء. يكون واحد بصره أقوى أو أشد يرى وأنت لا ترى، واحد معه جهاز يكبر يرى من مسافة، أنت عندك مسافة محدودة، عندك محدودية لا تبصر إلا على مثلا 20 متر. لكن هل معنى كده اللي بعد هذه المسافة لا يرى ولا يرى؟ يرى، ولكن أنت القوة اللي عندك لا تأتي، لا تصل إليه. فلو عندك قوة أشد تصل إلى رؤية ما هو بعد. وهكذا ألم يقل سبحانه وتعالى لقد كنت فيه في غفلة من هذا فكشفنا عنك فبصرك اليوم حديد، يعني تبصر عند خروج الروح ما لم تكن تبصره قبل ذلك، لأنه أعطاك بصرا قويا حديدا ترى به ما لم تكن تراه قبل ذلك، لأنه تعالى موجود.
وكل موجود يصح أن إيه؟ أن يرى. كمل. واستدعاء الرؤية المقابلة للمرئي والجهة له، والتوسط بين القرب جدا والبعد جدا، إنما هو عادي يقبل التخلف. ده المكتوب ده؟ نعم. نمسك عبارة على ده. يقول لك ما هو إذا أثبتت وقلت إن كل موجود يصح أن يرى، تلك الرؤية حتستدعي استدعاء، يعني حتتطلب، يعني حتقتضي، تقتضي المقابلة. لابد أن تكون في مقابلة، يعني مين يكون في مقابلة؟ الرائي يكون في مقابلة من المرئي، ما في إيه؟ رائي في إيه؟ وفي لا بد أن تكون في مقابلة منه. طب وإذا أثبتنا المقابلة لازم حيكون في مسافة، لأنه لو كان قريبا جدا مش حتشوف، ولو كان بعيدا جدا فلا بد حيكون في توسط بين القرب جدا والبعد جدا. فالشيء القريب منك جدا مش ما تشوفوش، والبعيد جدا فلا بد يكون في توسط. اللي هنثبت الآن المسافة، وإذا ثبتت المسافة حيثبت الحيز، وحتثبت الجهة، وحتثبت وهكذا، كله حيجيب إيه؟ حيجيب بعضه، فحتتسلسل وراء بعضه. واستدعاؤه يعني الرؤية حتستدعي، يعني تتطلب المقابلة للمرء والجهة له، والتوسط يعني بين أن يكون قريبا وأن يكون إيه؟ إنما هو عادي يقبل التخلف. شوف العبارات هنا، عبارات ذهبية غالية. يقولك صحيح هذا نسلم به، ولكن هل هذه اللوازم، يعني يلزم استدعاء، يعني هنا لازم يلزم من الرؤية أن تكون هناك مقابلة، أن تكون هناك جهة، أن يكون هناك مسافة لا هي قريبة ولا هي بعيدة. صحيح هذا، لكن هذا في رؤية حادث لحادث، وهذه أمور بحسب ما أجراه الله تعالى من العادة وليست أحكاما عقلية. ولذلك قال إنما هو عادي يقبل التخلف، بدليل أننا قلنا أنه تعالى يرانا، تمام كده، ولا يمكن أن نكون نحن في جهة منه، لأنه تعالى ليس في جهة منا، فلا نكون نحن في جهة منه، إنما إحنا في جهة بالنسبة إحنا لبعضنا. أنا في جهة بالنسبة لك، أنت على يمينك، أنت على شمالك، أنت أمامي، هذا فوق، هذا بالنسبة لنا مع بعضنا. أما الحق سبحانه فهو خارج عن هذه الدائرة، لأن هذا الذي أجراه الله تعالى من حكم العادة بحسب ما ألفناه وتعودنا عليه، إنما هو بخلق الله تعالى، يعني هو أمور عادية يصح أن تتخلف. فلو كانت أمور عقلية لما جاز فيها أن تتخلف، يعني ما كان لازما بالنسبة لنا يكون لازما بالنسبة لنا لو كانت أحكام عقلية. إنما هو عادي يقبل التخلف. إيه معنى يقبل التخلف؟ يعني معناه بالنسبة لنا أمور عادية. لذلك حتى وانت مثلا يعني مما يدل على أن العادة قد تتخلف، وأنت نائم ترى أشياء وتنكشف لك أشياء، وهذه الأشياء ليست في مقابلة لك، بدل لما تستيقظ من النوم لا تجد الشيء الذي رأيته إيه؟ أمامك ولا على يمينك، إذن ترى في النوم من غير إيه؟ الجهة، من غير اللوازم دي. إذن هذه أمور عادية يصح إيه؟ أن تتخلف. عقلي تحيز، لا يكون جرما إلا إذا كان متحيزا.
نعم. الجهة دي اعتبارية أو عدمية فيما هو متحيز مع متحيز، يعني اثنين متحيز، متحيز مع متحيز واجب عقلي زي ما ذكرت فيما هو متحيز مع بعضه، أما فيما ليس بمتحيز خلاص دي غير، بس لا تكون إلا فيما هو إيه يقبل الحيز، يعني مثلا لا يكون جرما إلا إذا كان متحيزا، لأنه الحيز واجب للجرم فلا يعقل كونه جرما إلا إذا كان متحيزا. وكما صح أن يعلم مولانا جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير إحاطة، فكذلك يصح أن يرى تبارك وتعالى بالبصر على ما يليق به جل وعلا، يعني من غير إحاطة. يعني إيه المشكلة؟ ما هي الرؤية؟ معناها نوع انكشاف. لما ممكن أنا أصف لك إنسان ما شفتوش أبدا في حياتك، أقول لك ده طويل وأزرق العينين ولونه كذا وحجمه كذا، فتنطبع عندك إيه صورته. لكن هل هذا الوصف يعني اسمه ده إيه انكشف لك بإيه بالعلم؟ ما خلاص أنا أدت لك إيه معلومات عنه كذا، لكن عندما تراه بالبصر تدرك أن ما وصف لك كان مطابقا أو إعجازا في الرؤية البصرية، مزيد إيه مزيد علم ومزيد إيه إدراك. يبقى إذن العلم ما يغنيش عن الإيه عن الرؤية، ولا السمع ما يغنيش عن الإيه عن البصر. يبقى معنى ذلك أننا كما نعلم الله تعالى نعلمه، إحنا الآن بنؤمن به إيمان غيبي، نعلمه بصفاته سبحانه وتعالى التي إيه أوجبها العقل والتي جاء بها النقل، فنؤمن به ونعلمه أنه في غير جهة وأنه لا يحاط علما بذاته ولا يحاط علما، فكذلك رؤية هي مزيد علم. إذا كما نعلمه تعالى من غير جهة فكذلك نراه من غير جهة. هل توقف كونك عالما به سبحانه وتعالى على كونه في جهة، ولا علمت وأمنت أنه منزه عن هذا؟ فكذلك تراه بنفس المعايير وبنفس الميزان بتاع العلم. وذلك يقول فكذلك، وكما صح أن يعلم مولانا جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير إحاطة، فكذلك يصح أن يرى تعالى تبارك وتعالى بالبصر على ما يليق به جل وعلا، يعني من غير إحاطة. في بعض بيتوهم أنه لو كان يرى بالبصر فيلزم من الرؤية الإحاطة، ونحن نقول لا، لا يلزم من كونه تعالى يرى أن يحاط به، لأنه تعالى يقول ولا يحيطون به علما. فعاوز يقول لك لو كان في رؤية إذا معناها حنحيط به علما، يقول له لا، لا يلزم من الرؤية الإحاطة. إنما المنفي في الآية هو إيه؟ هو الإدراك اللي هو يلزم منه إيه؟ الإحاطة، وليست هي إيه؟ الرؤية. مثلا أنت رأيت السماء، ترى السماء، لكن هل تقول أحط بها؟ يبقى لا يلزم من الرؤية إيه؟ الإحاطة، لأنك ترى السماء معناها انكشفت لك، لكنك لو أحط بها لأدركت إيه؟ حدودها وأولها وآخرها، ولكن هذا لا تستطيع أن يكون لك بالبصر. كذلك ترى يعني هناك أشياء مما هي مخلوقة تنكشف لنا زي البحر والسماء، ومع ذلك لا نحيط بها، يعني بجوانبها أو بحدودها. فكذلك الحق تبارك وتعالى ينكشف بنوع ما من الانكشاف بالبصر من غير إحاطة، كما يعلم من غير إحاطة. فالله تعالى لم ينفي العلم به، ما قال ولا يعلمون، وإنما قال ولا يحيطون به علما. إذا أثبت العلم بوجه ولم يثبته من كل الوجوه.
كذلك أثبت الإدراك بوجه ولم يثبته من كل الوجود. لا تراه الأبصار ما جاء هذا في كتاب، بل العكس، أدلة نقلية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. إنما الممس في الآية هو الإدراك المستلزم للإحاطة، وليست هي الرؤية التي هي نوع انكشاف ما يكون بالبصر. وكما صح أن يعلم مولانا جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير إحاطة، فكذلك يصح أن يرى تبارك وتعالى بالبصر على ما يليق به جل وعلا، وليست الرؤية بانبعاث شعاع. يعني نتكلم هنا بيشرح الرؤية، عايز أقول لك كما يعلم أو كما هو معلوم لنا أنه منزه عن الجهات والأقطار والأمكنة والزمان والمكان إلى غير ذلك، فكذلك يصح أن يرى بما يعلم به. يعني معنى كده بعد الرؤية مش هتكون في جهة ولا هتكون في إحاطة، كل ما في الأمر هيكون في مزيد علم ويقين به سبحانه وتعالى. زي إيه؟ زي عين اليقين، علم اليقين، وعين اليقين وإيه؟ طب مع إنه الثلاثة هو إيه؟ يقين، شوف ثلاثة يقين. إذن اليقين نفسه في علم وفي ايه؟ يعني فيما هو علم فقط، وفيما هو مشاهدة يقينية. يعني اذا يستفاد اليقين من العلم، ويستفاد من الرؤية، ويستفاد ايضا من الحقيقة من المعاينة نفسها. في الآية يقول لك ايه؟ انه لهو ايه؟ حق اليقين. يعني مثلا الاول كان ايه؟ علم يقين، وبعدين لما عينها ورآها اسمه ايه؟ عين يقين. ولما اكتوى بها واسمه ايه؟ حق، ده اعلى درجات اليقين، ان هذا له حق اليقين، ما قالش ان هذا له علم ولا عين، حق خلاص ما فيش بعد كده ايه؟ نهاية الايه؟ النهاية. في هنا سؤال، مع هذه الاستحالات من اللوازم، فهل يجوز أن نصف رؤيتنا إلى الله تبارك وتعالى هي خيالية؟ لا أحد، لما لو قلنا خيالية عند وهم ما فيش رؤية، إنما هي رؤية حقيقية، ولكن بنفي اللوازم. ممكن أن ننفي اللوازم بالنسبة للحادث فيكون خيالا. يعني أنا لو قلت لو رأيت مثلا بدر ده من غير جهة ومن غير شعاع ومن غير مسألة، ده خيال، حتى لو كان خيالا برضو حيبقى فيه اللوازم دي. حتى الخيال مش هيخلو من ايه؟ من هذه اللوازم. إن هي رؤية حقيقية ثابتة بالعقل والنقل، ولكن لا يلزم فيها ما يلزم في المشاهد. فقياس الغائب على الشاهد لا يجوز، ما ينفعش نقيس ايه؟ لكن نؤمن بها. ليه؟ لأن العقل لا يقول إيه؟ لا يقول باستحالتها، لأنه لو قال العقل باستحالتها لو كانت مستحيلة ولا تكون إلا في مقابلة من الرأي بالنسبة للمرء لانتفت رؤيته تعالى لنا. لو قلنا باللوازم دي حتنتفي رؤيته أيضا، فهي لوازم لمين؟ لنا نحن في إيه؟ بالنسبة للحادث لحادث آخر، أو مخلوق لمخلوق، ولا تلزم بالنسبة له تعالى أنها لوازم عادية يصح أن إيه؟ أن تتخلف. نعم. ما هو لو معلقهاش بالبصر ممكن تحمل على الرؤية العلمية، ممكن أقول لك ألم ترى كذا، ألم تعلم كذا، فيطلق على الرؤية أن تكون بالعلم، الرؤية العلمية أيضا. حتى بعضهم يعني قال من رأى بمعنى علم، فلما قال بالبصر بقيدها لينفي أن تكون رؤية إيه؟ بالعلم. لأن الله تعالى لما قال للنبي ألم ترى
كيف فعل ربك بأصحابك؟ طيب بلاش أصحابك ده، يمكن واحد يقول لك براءات. طيب ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ هل كان موجود أيام عاد وشاف اللي حصل اليوم؟ يقول ألم ترى يعني إيه؟ ألم تعلم؟ فهنا لما قال أن يرى بالبصر، إذا لازم عشان يشيل الإيه؟ الموضوع، لأن هي الرؤية البصرية إدراك زيادة على الإدراك بالعلم، لأنه لو ما كانش فيها زيادة إيه الفايدة؟ لما أقول لك تعالى شوف فلان اللي أنا حكيت لك عنه ولا وصفته، تقول أنا مش عاوز أشوف اللي أنا شفته، ينفع كلامك؟ ده بل بالعكس، ده تبقى أنت متلهف للرؤية أو متشوق لها أكثر عشان تشوف العلم ده مطابق ولا غير مطابق. ما هذه لانه عاوز يقول لك اذا كانت الرؤيه بصريه خلاص انه معناها ما دامت في بصر يبقى في شعاع وفي جهه وفي، فعاوز يقول لك هي بصريه ولكن بنفي الايه؟ اللوازم اللي هو الشعاع والجهه والمسافه والمقابله الى اخره، فلا بد ان يقول بالبصر. لا هو بالنسبة لنا بالبصر لأبصارنا المخلوقة لنا، ولكن ليست بأبصارنا التي في الدنيا. لأن الإمام مالك لما قالوا له لماذا لا يرى في الدنيا، قال لأنه تعالى باقي وأبصارنا اللي في الدنيا هي فانية، أما في الآخرة تخلق لنا أبصار باقية لا تفنى، ولا يرى الباقي إلا بالباقي. فالأبصار دي في الدنيا ثانية، إنما الأبصار اللي حتخلق لنا في الجنة ما هو مش هترى إلا إذا كنت في الجنة، وأنتم في الجنة خالدين فيها إيه أبدا. فالأبصار اللي حتخلق لنا في الآخرة باقية ولا حتفنى؟ باقية، مش ليست بقاء ذاتي، وإنما باقي إيه؟ بقاء عرضي، بقاء به لغيرها، فنراه بها إن شاء الله تعالى. والذي ينكر الرؤيا يكفي أنه يعني يحرم منها إن شاء الله، يكفي فقط أنه يحرم ربنا منها، مش شرط يعذب. المهم حرمانه من الرؤيا ده أشد من العذاب. فكذلك يصح أن يرى تبارك وتعالى بالبصر على ما يليق به جل وعلا. فلما قال يصح أن يرى بالبصر، ايه اللي حياتي في عقلك الان؟ حياتي الايه؟ اللوازم. يبقى خلاص يا سيدنا الشيخ انت قلت كده يصح ان يرى بالبصر، يبقى معنى ذلك انه ايه؟ في شعاع. وليست الرؤية بانبعاث شعاع يتصل بالمرء حتى تستحيل رؤيته جل وعلا لاستحالة اتصال الشعاع به تبارك وتعالى. يعني عاوز يقول لك لو كانت رؤيا بصرية ولو كانت بشعاع ينبعث من الرائي ويتصل بالمرئي، طبعا معروف الرائي اللي هو مين؟ الخلق العباد، والمرئي هو مين؟ والله تبارك وتعالى. يبقى إذن الرؤيا مستحيلة. ليه؟ قال لأنه يستحيل اتصال الشعاع به تبارك وتعالى. إذ لو كانت الرؤية باتصال شعاع بالمرء لزم ألا يرى الرائي إلا مقدار حدقة. طب حنقف عندي إيه؟ وليست الرؤية بانبعاث شعاع يتصل بالمرء. قبل الصلاة عند إيه؟ وليست رؤية بانبعاث شعاع يتصل بالمرء حتى تستحيل رؤيته جل وعلا لاستحالة اتصال الشعاع به تبارك وتعالى. يعني يريد أن يقول لك الرؤية ليس شرطا، وإنما هو من اللوازم العقلية أن تكون بانبعاث شعاع يتصل بالمرء.
إذ لو كانت الرؤية باتصال شعاع بالمرئي لزم أن لا يرى الرائي، لأن الشعاع لا يتصل أو يستحيل اتصال الشعاع بالمرئي سبحانه وتعالى. فلأجل هذا قال إذ لو كانت الرؤية باتصال شعاع بالمرئي لزم أن لا يرى الرائي إلا مقدار حدقته، كيف وهو ينكشف للرائي في نظرة واحدة أضعاف ذاته أضعافا لا حصر لها، بحيث يقطع أنه لا يمكن أن ينفصل عن شعاع يتصل بأدنى شيء منها. اقرأ المشكلة. وليست الرؤية بانبعاث شعاع يتصل بالمرئي حتى تستحيل رؤيته جل وعلا لاستحالة، لأن المفهوم في العادة أن الرؤية عادة لا تكون إلا بانبعاث شعاع، تمام؟ وقلنا أن ما هو لازم عادي يصح أو يجوز تخلفه، والذي لا يجوز تخلفه إنما هو اللازم العقلي. إذن فهذا هو المفهوم، أن الرؤية تكون بخروج شعاع من العين، وهذا غير صحيح، أو هو لازم لازم عادي وليس لازما عقلي. يعني توقف الرؤية على الشعاع ليس إلا أمرا عاديا وليس هو من اللوازم العقلية في شيء. حتى إذا قيل بنفيه نفي الشعاع لا يلزم من ذلك نفي الرؤية، لأنه أمر عادي، فقد يخلق الله تعالى الإدراك يعني الرؤية ولو في اليد أو في أي مكان من الجسم، حتى ممكن يخلقها في الأذن أو في الظهر بدون شعاع. فهذا الشعاع هو من من اللوازم العادية. إذ لو كانت الرؤية باتصال شعاع بالمرئي لزم ألا يرى الرائي إلا مقدار حدقته، كيف وهو ينكشف للرائي في نظرة واحدة أضعاف ذاته أضعافا لا حصر لها. يعني أنت بتشوف أضعاف ذاتك أضعاف لا حصر لها، واحد اثنين ثلاثة بنظرة واحدة. شوف أنا مثلا واحدة انكشف لي بنظرة واحدة أشوف كم، 50 60 70 بدون بدون تقييد بعدد. إذ لو كانت الرؤية باتصال شعاع بالمرئي لازم ألا يرى الرائي إلا مقدار حدقته، كيف وهو ينكشف للرائي في نظرة واحدة أضعاف ذاته أضعافا لا حصر لها، بحيث يقطع أنه لا يمكن أن ينفصل عنه شعاع يتصل بأدنى شيء منها. وكذا من الجائزات، يعني معناها هذا يجعلنا نقطع بأنه لا يمكن أن ينفصل عنه، يعني عن مين هنا الضمير؟ عن الرائي، شعاع يتصل بأدنى شيء منها، فهذا هو الذي نقطع به. ولأجل هذا نقول أنه مسألة أنه في شعاع يتصل بالمرء ده أمر غير صحيح أصلا، حتى لو كان أمرا عاديا وهو بينفيه وهوش بيثبت. يقول لك هو هنا غير لا يمكن، بحيث يقطع أنه لا يمكن أن ينفصل عنه شعاع، لأنه لو كان ينفصل عنه شعاع لما جاز أن يرى إلا قدر حدقته فقط، كيف في نظرة واحدة يرى أضعاف ذاته أضعافا لا حصر لا. فهذه مسألة حتى لو قلنا بها تكون مسألة من اللوازم العادية وليست من اللوازم العقلية. فالذي نريد أن نثبته هو الرؤية، وننفي إثبات الرؤية مع نفي لوازمها، واضح؟ وكل ما هو لازم لها إنما هو لازم عادي وليس لازما عقلي. وكذا من الجائزات إثابة الله تعالى المطيع، يعني هذا جائز آخر بعد أن قرر أن مسألة الرؤية أي رؤية الخلق
لخالقهم أو رؤية المؤمنين بأبصارهم لربهم سبحانه وتعالى إنما هي جائزة، يعني ليست مستحيلة كما يقول أهل الاعتزال. هذا هو الذي يريد، ومن الجائز يعني مما هو أو من بعضه أو مما هو جائز يعني في العقل أن يرى الإله بالأبصار. نعم. هو اتكلم عنها مطلقا، ما قال في الآخرة، هو قال في نقيدها بالآخرة. هل قيد عندك؟ هي جائزة في الدنيا والآخرة، جائزة، لكن هل هي واقعة؟ دي مسألة أخرى. قال هناك فرق بين الجائزة، هي جائزة، جائز أن يرى يعني في الدنيا وفي الآخرة، لكن هل وقعت في الدنيا؟ هناك اختلاف طبعا بين هل هي وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم أو لا، ولكن الإجماع على أنها في الآخرة واقعة إن شاء الله تعالى. وطالما هي واقعة يعني جائزة، لأنه يلزم من الجواز من الوقوع الجواز وليس العكس، يعني يلزم من أنها واقعة أنها جائزة، لأنها لو لم تكن جائزة لما وقعت. واضح؟ نعم. قد يكون الوقوع مع الوجود. نعم. قد يكون الوقوع مع الوجود. كيف؟ شيء. نعم. وجب شيء فوقع. نعم. لو كانت واجبة معناها لا تنتفي، ما نقولش واقع بعد أن لم تقع، هذا دليل على حدوثها، وحدوثها هو معناها أنها إيه؟ جائزة، لأن لو كانت واجبة معناها يلزم أن ترى الإله دائما. معنى الوجوب لما جائزة معناها هي معناها لم تكن ترى فإيه؟ فترى، يعني لم تكن هناك رؤية فحصلت الرؤية وستحصل إن شاء الله في الآخرة، ده بالإجماع. إلا من إيه؟ من شر. جواز عقلي وشرع. جواز عقلي وشرع. طبعا الأدلة العقلية مع الأدلة النقلية، ما ينفعش هنا في العقائد الدليل العقلي وحده، الدليل العقلي مع الدليل إيه؟ مع الدليل النقلي. إذ الوقوع جائز وقد أتى فيه دليل النقلي. وكذا من الجائزات إثابة الله تعالى المطيع إذ لا حق لأحد عليه. يعني ذكر مسألة أخرى عند المعتزلة يجعلونها الأول، المثال اللي قلناه ده مثال الرؤية يجعلونه إيه؟ مستحيلا، يعني عندهم أنهم يقولون باستحالة الرؤية، يعني رؤية الإله سبحانه وتعالى عندهم مستحيل، لكن عند أهل السنة إيه؟ جائزة. أما مسألة إثابة المطيع وإيه؟ وتعذيب الإيه؟ العاصي، هذه المسألة عندهم واجبة ليست مستحيلة، وعند أهل السنة جائزة، يعني يريد أن يأتي مرة بما هو مستحيل عندهم وجائز عندنا، وبما هو واجب عندهم فعندهم يقررون أي عند المعتزلة أن الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا يجب عليه إثابة المطيع وتعذيب العاصي. عندنا جائز، إيه معنى جائز؟ يعني الله تعالى يجوز أن يثيب المطيع ويجوز أن يعذب المطيع ويثيب العاصي. كلمة جائز، إنه جائز معناه إيه؟ يفعل الأمرين مش أمر واحد، يعني يجوز إثابة. دائما عندنا يجيب لك المثال كده يقول لك يجوز عند أهل السنة إثابة العاصي وتعذيب المطيع. البعض يفتكر وهو إثابة العاصي يعني معناها وعقابه، يعني هذا جائز وهذا إيه؟ فإذا كان يجوز إثابته فكيف إذا من باب أولى إيه؟ أنه يجوز عقابه، بل يعني لو إحنا يعني لو تجاوزنا هنقول يجب عقابه ويجوز إيه؟ نحن عندنا الاثنين جائزة، إثابته إيه؟ وعقوبته. أما عندهم لا، إثابة المطيع وتعذيب مين؟ وتعذيب العاصي. ليش؟ الشرع
لا الخلف مش في الخلف في الوعيد جائز، بس في جائز في الوعيد الخلف، اما في الوعد غير جائز شرعا وليس عقلا. من شرعيه وعقليه ايضا معا حناتي اليه. ربنا يجب على الله كتاب الطائع عند المعتزله وجوب عقلي، كل هذا في الادله العقليه، والمعتزله عمدتهم العقل. وكذا من الجائزات إثابة الله تعالى المطيع، إذ لا حق لأحد عليه، إذ لا نفع له تعالى بطاعة أحد. هي معنى يثيب المطيع، الثواب هو النعمة التي يتوقعها المطيع على طاعته، والعقاب هو العذاب. يعني يثيب يعني ينعم عليه، ينعمه، يجعله منعما مكرما. أما العقاب يعني يعذبه، العقاب الذي العذاب الذي يتوقعه العاصي على معصيته. فإذا نظرنا إلى الطاعة من جهة وإلى الثواب من جهة أخرى، ونظرنا إلى المعصية من جهة وإلى العذاب من جهة أخرى، فإذا إيه العلاقة التي بسببها يترتب الثواب على الطاعة أو يترتب العذاب على المعصية؟ هذا هو أساس الخلاف. فبعضهم قال إن العلاقة هنا عقلية، يعني السبب هو عين الطاعة والمعصية، هذا كلام طبعا من ده لأن المعتزل، فلا يمكن أن يعقب الطاعة إلا ثواب، ولا يمكن أن يعقب المعصية إلا عقاب، ولا يمكن أن يتخلف وجود الثواب إذا وجدت الطاعة، كما لا يمكن أن يتخلف وجود العقاب إذا وجدت المعصية. وبهذا المذهب قال المعتزلة وغيرهم. لكن قال أهل السنة ليست عين الطاعة هي التي تولد الثواب ولا توجده، ولا عين المعصية تولد العقاب ولا توجده، لا بواسطة ولا بغير واسطة، وإنما ترتيب وجود الثواب على الطاعة بقدرة الله تعالى وإرادته، وترتيب وجود العقاب على المعصية بقدرة الله تعالى وإرادته. ولهذا قال المعتزلة ومن وافقهم الترتيب أو الترتب عقلي، وقال الأشاعرة أهل السنة الترتب شرعي. ومن الظاهر أن قول الأشاعرة متوافق مع قولهم في كل الممكنات، إذا ما فيش تخصيص، التخصيص جاء من كلام مين؟ من كلام المعتزلة، لأن الممكنات بالنسبة للقدرة والإرادة سواء. وأيضا فالطاعة خلق الله تبارك وتعالى، وليس للعبد فيها إلا الاكتساب والاتصاف، ولا أثر له فيها أصلا. يعني هو الحق تعالى، هو الذي خلق العبد وخلق فعله، فخالق لعبده وما عمل. يبقى إذن ما هو وجه الاستحقاق أو ما هو وجه الوجوب أنه يجب على الله إذا كان هو لا أثر له فيها مطلقا؟ إذ كمل كده. وأيضا فالطاعة خلق الله تبارك وتعالى، وليس للعبد فيها إلا الاكتساب والاتصاف، ولا أثر له فيها أصلا. يعني الطاعة بخلق الله تعالى وليس للعبد فيها إلا الاكتساب. ويا معنى الاكتساب؟ يعني اقتران القدرة الحادثة بالمقدور من غير تأثير. كيف له وجه أن يقال هذا حقي، أو مثلا هذا لازم أن يكون على فعلي، مع أنه ليس فعله، الفعل مخلوق لمين؟ فإذا الثواب على الطاعة إنما هو محض تفضل فقط، ليس بواجب أصلا. وكذلك العقاب على على المعصية إنما هو عدل، اكتساب اقتران القدرة الحادثة بالمقدور من غير تأثير، يعني يخلق الله تعالى الأشياء عندها لا بها، ولا أثر له فيها أصلا. يعني زي ما قال سيدنا ابن عطاء يكفي على الطاعة جزاء أن الله تعالى خلقها ونسبها إليك، يكفي الجزاء، خلق الطاعة
ونسبك أو سماك أنت ليه المضيء أو أنت ليه الفاعل لها، مع أن هي إيه مخلوقة لله تعالى وأنت أيضا مخلوق، ورتب الله تعالى الثواب عليها إنما هو إيه ترتيب شرعي وليس ترتيب إيه عقلي، فيجوز في العقل أن يترتب عليها الإيه العقاب وليس الإيه الثواب إذا شاء الله تعالى. وكذا من الجائزات بعث الله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذا الأول جاب مثال على إيه من الجائزة الرؤية، لأنهم قالوا بإيه باستحالتها، ثم أتى بإثابة المطيع وتعذيب الإيه العاصي لأنهم قالوا بإيه بوجوبه، ثم جاء بمسألة أخرى من الجائز وهي بعث الله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام. هنا فيها تعددت فيها الأقوال، فعندك البراهمة وعندك السمنية بواقف من الهند أو من الهنود قالوا ببعثة الرسل هذه مستحيلة وعبث، والمعتزلة قالوا بوجوبها، وأهل السنة قالوا بأن المذاهب أو الأقوال فيها ثلاثة: الاستحالة والوجوب والجواز. وذا قال وكذا من الجائزات بعث الرسل تعالى، بعث الله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام، يعني كونه تعالى يبعث أنبياء ورسل هذا جائز وليس بواجب عليه سبحانه وتعالى. وإن الحكمة نعم وإن الحكمة واجب. وكذا من الجائزات بعث الله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن ما قدر الله سبحانه وتعالى معهم من المصالح الدينية والدنيوية فبمحض فضله، ولا أثر للرسل عليهم الصلاة والسلام في شيء من تلك المصالح، ولا حق لأحد على مولانا جل وعلا في هداية ولا في مصلحة دنيوية ولا أخروية. وأوجبت المعتزلة عقلا على الله تعالى بعث الرسل على أصلهم الفاسد في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح على الله تعالى. يعني عندما قال المعتزلة بالصلاح والأصلح ينبني على هذه القاعدة أن تكون بعثة الرسل واجبة، ليه؟ لأن الأصلح، وقلنا قبل ذلك أن أهل السنة نقضوا هذه القاعدة وقالوا في إماتة الأنبياء والمرسلين وفي إبقاء الله تعالى إبليس يعيش إلى عصرنا الحاضر حتى إلى أن يأذن الله تعالى بقرب الساعة إلى يوم الوقت المعلوم، فأين الصلاح والأصلح هنا؟ الذي فيه صلاح أو أصلح للعباد أن يبقى الرسل، أن يبقوا مخلدين في هذه الدنيا، لأن البشرية في أشد الحاجة إلى بقائهم. عندنا علماء وعندنا وعاظ وأئمة ومش وكل هذا غير كافي، ما نحتاج إلى إيه؟ إلى رسل وأنبياء ومن أولي العزم كمان، مش كمان أنبياء ورسل عاديين، ومع ذلك لم يبقي الله تعالى لا نبي ولا رسول، وأبقى مين؟ إبليس. فهل الأصلح في بقاء إبليس وإماتة الأنبياء والمرسلين؟ فما فيش صلاح خالص في بقائه إلا لا، ليس في بقائه إلا الفساد والأفسد. يبقى إن هدمت القاعدة أصلا التي بنى عليها المعتزلة مذهبه. وأوجبت المعتزلة عقلا على الله تعالى بعث الرسل على أصلهم الفاسد في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح على الله تعالى. أن الصلاح والأصلح ظهر فساده وظهر بطلان على أصلهم الفاسد ولا يخفى فساده. وأما البراهمة البراهمية أو البراهمة ليسوا نسبة إلى سيدنا إبراهيم إنما إلى رجل في الهند اسمه إبراهيم فسموا البراهيم. وأما البراهيمية فجعلوا بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام مستحيلا،
ورأوا أن العقل يصل وحده بتحسينه وتقبيحه إلى أحكام الله تعالى. العقل يعرف الحسن ويعرف القبيح، وإذن في إرسال الرسل تحصيل حاصل، وهذا عبث. نعم. يعني كلمة مستحيل أن الله تعالى منزه عن فعل العبث، يعني يستحيل أن يفعل شيئا فيه عبث. نعم. فلو فعله لكان عبثا، والعبث مستحيل. إذن فالما ما يؤدي إلى المستحيل مستحيل، هو معنى استحالة بعثة الرسل. ولا تخفى ثقافة عقولهم في غاية لما عرف. نعم. ولا تخفى ثقافة عقولهم، ورأوا أن العقل وحده مشكلة. نعم. ورأوا أن العقل يصل وحده بتحسينه وتقبيحه إلى أحكام الله تعالى. ولا تخفى ثقافة عقولهم في غاية ثقافة عقولهم في غاية لما عرفت أن مرجع أحكام الله تعالى الشرعية إلى نصب أفعال خلقها الله تعالى وجعلها بمحض اختياره، وجعلها بمحض اختياره أمارة على ما شاء من ثواب أو عقاب أو غيرهما. يعني لأنه تعالى فاعل مختار، فمرجع أحكام الله تعالى الشرعية إلى نصب أفعال، فهذه الأفعال دي عبارة عن علامات خلقها الله تعالى وجعل بمحض اختياره أمر علامة فقط على وجود الحكم، على ما شاء من ثواب أو عقاب أو غيرهما. ولا حسن في فعل ولا قبح يوجب له حكما من الأحكام. ومن عارف يعني ما فيش حسن ذاتي في الشيء، لا، ولا قبح يوجب له حكما، إنما هذا بحسب ما يعرض لهذه الأفعال من ثواب أو عقاب. إن كان عليها ثواب تبقى إيه؟ حسنة، وإن كان عليها عقاب تبقى إيه؟ قبيحة. يا رب سبحانه وتعالى رتب العقاب على الصلاة، مش هتبقى الصلاة ليست حسنة لذاتها، بحسب الأمر والنهي. جعلها علامة، الأمارات أهدى على إلا عرفنا أنه ذا حسن وذا قبيح، ما تعلق بها من الأحكام الشرعية. يعني إن كان فيها أمر إيه؟ حسن، فيها نهي قبيح. ومن عرف انفراده تعالى عرف. ومن عرف انفراده تعالى بجميع بإيجاد جميع الكائنات ونفوذ إرادته فيها مع التنزه عن الأغراض، لا يخفى عليه فساد تلك المقالة الشنيعة. وبالله تعالى التوفيق. يعني من عرف أن الله تعالى منفرد بإيجاد جميع الكائنات، الله خالق كل شيء، وأن إرادته نافذة فيها مع التنزه عن الأغراض، أن الله تعالى ليس له غرض في، لأنه لو كانت له أغراض في الأفعال هيبقى بذاته ناقصا لا يكمله إلا الغرض الفعل. الله تعالى منزه عن أن يكون له غرض في أفعاله، فمن وقف على هذه القاعدة لا يخفى عليه فساد تلك المقالة الشنيعة. اللي هي المقالة الشنيعة؟ مقالة المعتزلة بأن الله تعالى يجب عليه فعل الصلاح والأصلح، والله تعالى لا يجب عليه فعل شيء أصلح أي شيء، لأنه تعالى فعال لما لما يريد. وبالله تعالى التوفيق. وحنقف عندي، وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام، الصفات الواجبة للرسل. اللهم صل على أشعر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوم وبدال كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أشعر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبدال كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الله
اللهم صل أفضل صلاة على أسماء مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وعن ذكره الغافلون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم اغفر اختلافنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ثبت قلوبنا على القول الثابت، ثبتها بالايمان واليقين يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احنا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين، جنبنا الزيغ والفتن والضلال يا رب العالمين، انك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير.